معظم الاشغال في مصر عندنا وفي العالم على فكره كله ماشيه بنظام الشفتات. الشفتات دي بتعمل دربكه جدا في نظام النوم، بتعمل اضطرابات كتيره جدا في النوم. معظمنا متخيلين ان احنا عندنا مشاكل رهيبه قوي في النوم، في اللي يقول لك انا بنام كتير، وفي اللي يقول لك انا بنام قليل قوي، وفي اللي بيقول لك انا بنام متقطع جدا. احنا مبقناش عارفين في ايه، لكن الاكيد ان اضطراب النوم ده بيعمل لنا مشاكل كتيره جدا في حياتنا، يمكن على فكره احنا مش مدركينها، فبنبقاش متخيلين ان هو ده السبب ان احنا نومنا وحش. مؤخرا بقى عندنا اهتمام جدا 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 بهذا الفرع في الطب، لانه يعني اتعمل له بقى حاجه مخصوصه، لانه اثبتت كل البحوث والكلام الجديد في العلم ان النوم ده حاجه من الحاجات الاساسيه. في بعض الابحاث بتقول لك انت المفروض تقضي اصلا تلت، يعني بني ادم المفروض يقضي تلت حياته نايم، وفي ناس تانية بتقول لك المفروض اصلا الاساس هو النوم مش قله النوم. منورنا النهارده في الاستوديو اللي هيرد على كل تساؤلاتنا حوالين اضطرابات النوم، ومنتظرين ايضا تليفوناتكم حول هذا الموضوع، الدكتوره عليا عادل استشاري الطب النفسي وطب النوم بكليه الطب القصر العيني جامعه القاهره. مساء الخير دكتوره عليا. نور، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله بخير. طب الحمد لله. ابتدي مع حضرتك بقى، قولي يا دكتوره عليا، هو في تعريف للنوم غير اللي احنا بنتدارجه ما بيننا؟ لا، هو بصي، النوم هو عبارة عن ايه؟ النوم هو عبارة عن حالة من السكون او الاستقرار النسبي اللي بتحصل للانسان، يعني هي تعتبر زي ما بيقولوا كده يعني ظاهرة كونية، يعني كل الكائنات الحية، كل الكائنات الحية كلها لازم بتمر بمرحلة النوم. طب ايه الفايدة من النوم؟ هو الفايدة هو انه الشخص بيقدر ان هو يحصل نوع من الراحة الجسدية، مع انه المخ يبتدي ان هو يرتاح، بحيث ان هو يقدر ان هو تاني يوم يقدر ان هو يريزيوم الوظائف، النشاط اللي مطلوب منه والوظائف اللي مطلوبه منه اثناء النهار. فهم كانوا لوقت قريب جدا بيعتبروا انه النوم ده هو عباره عن مرحله سكون تامه، وانه الجسم بيرتاح تماما، وانه التنفس بيبتدي ان هو ينتظم، وضربات القلب بتبتدي تنتظم. لكن الابحاث الاخيره اثبتت انه اثناء النوم المخ بيظل يعمل. طيب بيعمل في ايه؟ بيعمل في ان هو يعمل زي نوع من ان هو بيتناول كل المعلومات اللي بتدخل له اثناء النهار، فبيبتدي يتعامل مع كل المعلومات. طب بيريح امتى بقى المخ على كده؟ لا، هو للاسف هو ما بيرتاحش، هو واثناء اثناء الصحيان بيبقى له وظيفه، واثناء النوم بيبقى له وظيفه اخرى، مجرد تغيير في الوظيفه، لكن هو مكمل على طول. مكمل، لان هو مطلوب منه ان هو يحتفظ بكم كبير جدا من المعلومات، يتعامل مع كم من الاحداث اللي الانسان بيقابلها في حياته، فعشان يقدر ان هو يصحى ريفريش تاني يوم، ويحصل ان هو يقدر ان هو يكمل بالظبط، بيحتاج ان هو يبروسيس. ايه حكايه معامل